كابتن سامي قمصان مدرب المساعد، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ورئيس البعثة في النيجر. نروح نشوفه قالوا ايه لفاروق صلاح مفادنا لنيجر، ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. الحمد لله. طبعا يعني فوز زي ما انت ذكرت مهم جدا في بدايه المشوار، في ظل اجواء برضو كانت لحد كبير مش سهله. يعني انت خارج من التحامات في المباريات، ومباريات لها قوه شديده جدا، مباراه الزمالك يوم 27، ثم مباراه الاتحاد السكندري في سيمي فاينل كاس يوم واحد، وبعدين فاينل كاس يوم 5، استمر الوقت اضافي، وبعدين عندك بدانا دوري على طول يوم 12 وبعد كده او 13، وبعد كده لعبنا يوم 18 مع المحله، وجينا النهارده بنلعب هنا في النيجر في رحله طيران. يعني برضو ما كانتش سهله، الحمد لله رب العالمين. يعني كمان يعني ما جينا بطياره خاصه طبعا ريحتنا كتير جدا الحمد لله على كل شيء. يعني فطبعا يعني في ظل غيابات بقى عناصر مهمه في الفريق، فده كل دي بيؤدي طبعا لصعوبه اللقاء مع فرقه بتلعب على ارضها برضو بشكل معين، بتعتمد على الكره الطويله والالتحامات وارضيه الملعب والجو. اعتقد ان اللعيبه قدمت مباراه النهارده يعني من حاله التركيز يشكروا عليها. يعني in the same way like I said, it's about giving players the opportunity to play, giving the technical staff a little bit more of a headache. It's about understanding who we giving breaks and who we playing. And now the coach will probably say, you know what, I have a bigger headache in the future because I know this player can play there, that player can play there. This player has got time. That player needs time. So that's what we're trying to create. زي ما حضرتك قلت برضه، دي النقطة دي بتبقى رد على النقطة السابقة برضه، حكاية إن اللعيبة بدي لعيبة جديدة، وبرضه بجرب طريقة لعب جديد. طريقة لعب جديدة، لو اللعيبة بتاعتي يعني في إصابات هقدر أغير طريقة اللعبة وأوافقها على حسب اللاعبين المتاحين، ودي هتبقى حاجة كويسة إن أقدر أقول يبقى عندي فكرة مين ممكن يلعب فين ومين ممكن يأدي قد إيه في المباراة. البدايات مهمة جدا، وممكن ده اللي الراجل اتكلم عليه وأكد عليه. مهم جدا إن أنت تعمل بداية كويسة، خصوصا إن أنت بطل القارة، بتلعب على اللقب، لازم تحافظ على اللقب بتاعك. تعرف الفرقه قدام الاهلي، كل الفرقه بتقاتل قدام النادي الاهلي، عشان انت بتلعب قدام بطل افريقيا، فده طبيعي يعني اللي انت تقاتل تعمل اقصى حاجه من عندك يعني. فلكن الحمد لله رغم الغيابات ديت ورغم ظروف الملعب ودرجه الحراره، اعتقد اللعيبه الحمد لله ادت مباراه طيبه يعني، وعملت الغرض من المباراه يعني، والحمد لله اللي احنا كسبناها.